السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. هل انتهت فعالية YSS خلف زنوبيا؟ سؤال متداول في الساحة بعد إطلاق فلافيوس. أنا أقوم بتوجيه هذا السؤال لكم بحكم أن القراءات يعني شيء والتجارب يعني شيء مختلف تماما. هل ممكن تستبدل YSS بفلافيوس ليكون خلف زنوبيا؟ تعالوا نستعرض الكلام هذا بطريقة مختلفة. في البداية حنا لازم نفهم زنوبيا حتى نفهم يعني احتياجات زنوبيا أو من الثانوي الأنسب لها اللي ممكن يقوم بمنحها مزايا لتعطي أداء أفضل، تمام؟ طيب، زنوبيا في مهارتها الأولى هي الأقوى طبعا، تمتلك خاصية شفائية. طبعا هذه الخاصية تمنح القوات زيادة في معدل صحتهم 50% وتزيد من معدل الأضرار 30% لمدة ثانيتين. طبعا تمنح المشاة 20% هجوم وصحة، تحد من أضرار الهجمات العادية المتلقاة من الهدف 15%، وأيضا تمنحك زيادة في أضرار الهجمات العادية لديها 15% كذلك، وتزيد الأضرار على الحشود يعني 10%، وعندها أضرار إضافية، ولكن حنا نبحث عن شيء يرفع من معدل إحصائيات القوات، يزيد أو يقلل من أضرار الهجمات العادية المضادة المهارة، يعني أمور مثل هذه. الجدير بالذكر أن زنوبيا في مهاراتها كلها طبعا ما فيها أي شرط من الشروط أن يقول لك والله هذه المهارة ما تتفعل إلا لما يكون عندها قوات مشاة، أبدا ما عندها هذا الشرط نهائيا. بعد ما فهمنا من تكون زنوبيا، الآن نأخذ نظرة على YSS. يعني شخصيا أنا ما أقدر أعطيك حكم إلا بعد تجارب أكيد، لكن كقراءات YSS يعني يمتلك مزايا لا يقدمها فلافيوس لزنوبيا. مثل إيش؟ أولا يمتلك مهارة يعني ضرب جماعي، يعني لو خصمك يعني هذا دخل مجال الضرب الضربة حقة الكوري بتموت عنده قوات، وهذه ميزة فريدة قلما نراها عند قادة الحاميات. ثانيا تقدر تدافع بأي نوع من القوات، الشيء اللي يسهل مهمة التعزيز وعدم مراقبة نوع القوات المشاركة، وهذا أعطى أريحية كبيرة لكل اللاعبين أن خلاص يعني هذا قائد مرن لأبعد حد كحامية ومع كل قادة الحاميات. الدفاع بأكثر من نوع يعطيك أفضلية معه بزيادة معدل الدفاع والهجوم 20% طبعا، غير أن عنده مهارتين تعطيك دفاع واحدة 30% ثابتة، والثانية مرتبطة بفرصة وتمنحك 20% دفاع فيقدم لك 70% دفاع. عند مهارة تزيد من الهجوم 20% فيصبح عندنا 40% هجوم، تمام؟ الشيء اللي خلى هذا القائد يعني خليني أقول لك كيف تحفة فنية أنه يقدم لك زيادة في معدل أضرار الهجمات المضادة 30% ويرفع لك من معدل كل الأضرار 35%. مهارتين يعني تكسر الدنيا من الأخير. وأما بالنظر لفلافيوس، طبعا أذكر أننا ما راح نلتفت لعامل الأضرار لأنه اللي هو مهم، طبعا هو مهم الأضرار مهمة، ولكن نبحث عن أمور تفيد زنوبيا بشكل أقوى. طبعا هذا يضرب هدف واحد يرفع من معدل الهجوم والدفاع والصحة للمشاة 15%، طبعا يرفع من معدل الهجمات المضادة 20% ويقلل هجمات العدو العادية 10%، يمتلك مهارة متكدسة في زيادة معدل الأضرار إلى أن تصل 10% مع المشاة، بالإضافة إلى أن يرفع من معدل الأضرار 10%. وأما المهارة اللي تميز فلافيوس هي مهارة الصمت اللي راح يسببها على الحشد، واللي يراهن عليها بعض اللاعبين أنه ممكن يكون هو الكومبو المناسب ضد تشيانغ نيفسكي. مع العلم، لاحظ هنا بيك تدقق شوي في كلامي، مع العلم أن تشيانغ نيفسكي ليسوا بقوة صمود أتيلا نيفسكي. ركز معي هنا، سوار مع سيم توميرس على تشيانغ نيفسكي كفيل أنه يمسح هذا الحشد يعني بأسرع ما يمكن. لذلك تجد لاعب الفرسان يتوجه لأتيلا نيفسكي في الوقت الحالي. طيب وش معنى هذا الكلام؟
أو وش اللي أنا جالس أرمي لها الآن؟ فلافيوس عديم الفائدة أمام أتيلا، كون أتيلا يمتلك مناعة ضد أي تأثير صمت عليه. أنا ما أدري كيف بيكون أداء القائد هذا مع زنوبيا مع التجارب للأمانة، ولكن أنا مقتنع تماما أن YSS يعني غير قابل للاستبدال من القراءات، إلا إذا المطورين قرروا يعني يضاعفون YSS ويرفعون من قوة فلافيوس، مثل ما صار مع يادويغا في بداياتها كانت يعني شيء لا يذكر، ثم فجأة أصبحت أعظم شأنا من زنوبيا، والآن زنوبيا تعود للساحة من جديد تماما مثل ما نزلت في عزها. لا أحد يستعجل ويمكس فلافيوس إلا إذا شخص يعني حاب يضحي بتماثيل الذهبية ويشاركنا تجاربه، فنكون له من الشاكرين. الآن أعطونا آراءكم، هل ترون يعني فلافيوس مميز؟ مع ذكر الأسباب طبعا. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.